حضرة الصدر الأعظم عبد الله، شو عم تساوي عندك؟ السيد أمر الله، أنت اللي صنعت هالمسدس؟ لا. إذا أنت كنت نسيان بقدر نشط لك ذاكرتك وخليك تتذكر كل شيء. أنا بعرف إنك بتشتغل بصناعة الأسلحة، ولا أنا غلطان؟ حضرة الصدر الأعظم، بقدر شوف هالمسدس؟ حضرة الصدر الأعظم، ايه صحيح، هاد شغلي. صالح علي هو يلي طلب مني اصنع المسدس. طبعا هو كان مسؤول أسلحة من قبل. بقدر اعرف شو السبب؟ نحن منعتقد انه في حدا ارتكب جريمة قتل بهذا السلاح. للأسف. افتحوا الباب يا ابني، فيك تروح. حضرة الصدر الأعظم، أنا بعتقد أنه بعد هالدليل القوي مصطفى بريء من هاي التهمة، يعني عرفنا مين اللي صنع سلاح ومين استخدمه بجريمة القتل. أمر الله هو اللي صنع سلاح وصالح علي استخدمه بالقتل، وهو هلأ هربان. من بعد إذنك أنا بشوف أنه مصطفى لازم يطلع من السجن. جلالة السلطان، أساساً نحن من البداية كنا منعتقد أنه الضابط مصطفى بريء وما له علاقة بالجريمة، وأكيد أنت بتعرفني منيح يا حضرة القاضي، أنا يلي كان بدي التحقيقات تصير بهي الطريقة. جلالتك، لما أنا كنت بمهمي بلندن المرحوم فاروق باشا قال لي معلومات خاصة عن الرشاوي، كنت عم استناه يجي، بس مع الأسف قدروا يقتلوه قبل ما نتقابل. الضابط مصطفى ليش لحتى يقتل فاروق باشا وبعدين يحاول انه يهرب بالسفينة، مع انه لهلأ عم يقدم كتير خدمات للدولة العلية؟ ظاهر المؤامرة علينا كتير كبيرة. اليوم في حدا حاول يغتال أسعد باشا مشرف الداخلية، وللأسف أسعد باشا خسر زوجته بهالاغتيال، وحسب التحقيقات عرفنا انه يلي ورا هالجريمة البشعة بيكون صالح علي. وكمان بعد ما بعتنا حدا منشان يفتش بيت فاروق باشا، لقينا كثير وثائق بتثبت انه اشترى وباع كميات كبيرة من الأسلحة. هذا بيعني انه صالح علي مسؤول الأسلحة القديم، دبر هالمؤامرة ليفوت مصطفى على السجن لأنه كشفه. أنا بعتت خبر مشان يطلع مصطفى من السجن يا جلالة السلطان. كثير منيح. ما في أحلى من الحرية، مو هيك يا حسن؟ مظبوط كلامك حضرة الضابط، ما في أصعب من إنك تكون بالسجن. إيه والله. سيدي، أنت بشو عم تفكر؟ شو هالسؤال اللي سألته؟ الآن سلارة ما هيك؟ تخيل إجت وزارتني بالسجن وكانت زعلاني علي. أنا بكل حياتي ما شفت إنساني بريئة ولطيفة مثلها، كانت مفكرة أنها بتقدر تساعدني. يا حسن،
أنا ما لازم خليها تقلق وينشغل بالها علي بعد اليوم. أنا يلي لازم كون جنبها بكل لحظة. رح يصير هالشي، بس قول إن شاء الله. أنت حبيتها لهالبنت؟ حبيتها. طيب هي بتحبك وهي بتحبك، تمام؟ معناتها لازم تفرح إنك تنحب وتحب لهالدرجة، شغلة بتفرح يا أخي. أي والله يا حسن، الله يخلي لي إياك يا أخي. أنت أعز أخ يخلي لي إياك. يلا يلا.